صباح الخير يا أول، كيفكم يا حلوين اليوم؟ اليوم حبايبي إن شاء الله رح نستكمل في شرح مادتنا التربية الإسلامية من حيث ما توقفنا. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في درس سهل وكثير حلو بعنوان آداب الطعام والشراب، صفحة رقم 23. نكتب اليوم التاريخ مثل ما تعودنا، اليوم الأربعاء، التاريخ 31/3/2021. المرة الماضية يا تاني يا أول أخذنا عن سورة الفلق، حكينا دائما إحنا لما تكون الإنسان متضايق أو مثلا بخاف من شغلة، بخاف إنه الناس مثلا تقول هذا الشخص معه فلوس أو معه كذا، بخاف إنه الناس تحسده وتطلع عليه، إحنا نقرأ هاي السورة. هاي السورة بتحمينا، أو مثلا لما نصحى الصبح نقرأها، لما ننام قبل ما ننام لازم نقرأ هذه السورة. هيك فضل سورة الفلق فضل عظيم جدا. اليوم يا أول رح ناخذ عن آداب الطعام والشراب. هلأ شوي إن شاء الله رح أشغل فيديو لكم بوضح إيش هي آداب الطعام وآداب الشراب. الكل يكتب اليوم والتاريخ على صفحة رقم 23. يلا خلونا يا أول نشوف فيديو عن آداب الطعام والشراب. فيديو كتير حلو بوضح لنا إيش إحنا لازم لما نبلش أكل في الطعام، إيش لازم نعمل أو إيش لازم نحكي. أصدقائي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ الطعام والشراب من نعم الله علينا، والأكل والشرب من العادات اليومية التي لا نستطيع أن نستغني عنها، وإلا تعرضت حياتنا للخطر. وقد شرع لنا الإسلام مجموعة من الآداب التي ينبغي أن نلتزمها ونحن نأكل أو نشرب، وقد جئت اليوم لأحدثكم عنها. فمن هذه الآداب ألا نذكر طعاماً أو شراباً بسوء، بل ما أحببناه أكلناه وشربناه، وإلا تركناه دون أن نعيبه. ألا نسرف في تناول الطعام أو الشراب، فقد نهانا الله عن ذلك فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ألا ننفخ في الطعام أو الشراب الساخن، بل نتركه حتى تخف حرارته. ألا نتنفس في الإناء الذي نشرب منه، أن نقول بسم الله قبل تناول الطعام أو الشراب، وأن ندعو قائلين: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. أما قبل شرب اللبن فنقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإذا نسينا التسمية ثم تذكرنا ونحن نأكل أو نشرب، نقول بسم الله أوله وآخره. أن نأكل ونشرب بيدنا اليمنى، أن نأكل مما هو أمامنا لا من وسط الأطباق ولا مما هو أمام غيرنا. إذا سقط منا بعض الطعام ونحن نأكل، جمعناه وأكلناه ما دام نظيفا، وإذا شربنا الماء فلا نشربه دفعة واحدة، ولكن نشرب مثنى وثلاث. فإذا فرغنا من الطعام أو الشراب قلنا الحمد لله، ولا ننسى أن ندعو لمن أعد لنا الطعام، فنقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. وبهذا نكون قد التزمنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شاهدنا يا أول الفيديو اللي عرضت لكم إياه بيوضح آداب الطعام والشراب. في آداب إحنا لما نبلش في الأكل أو في الشراب، نشرب أي شغلة معينة أو ناكل، في آداب إحنا لازم أوكي بعرف في آداب لازم نراعيها، وفي شيء لازم نحكيها قبل ما نبلش في الأكل وبعد ما ننتهي من الأكل. دائما يا أول لما بدنا ناكل، ناكل بإيدنا اليمين، مش نروح ناكل بإيدنا الشمال نبلش أكل في إيدنا الشمال نبلش أكل، لا، دائما نبدأ الأكل في إيدنا اليمين. ولازم
قبل ما تبلش أكل لازم تحكي بسم الله، لازم بس تقعد على طاولة الأكل لازم تحكي بسم الله وتبلش تأكل بإيدك اليمين. بعد ما تنهي الأكل وخلص تكون شبعت الحمد لله تحكي الحمد لله. تمام؟ إذا إيش يا هيثم، عندك سؤال؟ لا. تمام. إذا لازم أول ما نبدأ في الأكل لازم دائما يا أول نحكي بسم الله، لازم قبل ما تبدأ في الأكل تحكي بسم الله، وبعد الانتهاء منه بس تخلص الانتهاء من الأكل إيش بتحكي؟ الحمد لله. في إن حديث نبوي شريف حكى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأحد الأطفال لما كان يتناول الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حكى الغلام يقصد فيها يا أول الطفل، حكى لهذا الطفل دائما لما بدك تاكل احكي بسم الله وبعد هيك بلش في الأكل ولازم ما تاكل. نعم هاي أنا هذا الدعاء كنت حاسة زمان ممتاز، بطل أخذته قبل ممكن في الكيجي، رائع. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، اللي احكي له لهذا الطفل لازم تسمي بالله تحكي بسم الله وتاكل بإيدك اليمين وتاكل مما يليك. مما يليك يعني أول يقصد فيها بالأكل الموجود قدامك، ما تروح تاكل من أكل ألف ممتاز يا هيثم، مش لازم نروح ناكل من آخر صحن من الطاولة أو من قدام صحن بابا أو من قدام صحن ماما، نخلص الطبق اللي قدامنا وناكل منه. لهيك دائما لازم نبدأ الأكل بإيدنا اليمين ونحكي بسم الله عند البدء في الطعام. الله سبحانه وتعالى يا أول أنعم علينا بنعمة كثيرة لا تعد ولا تحصى، أنعم علينا في نعمة الصحة، في نعمة العقل، في نعمة السمع، في نعمة البصر، أنعم علينا في الأكل. الله سبحانه وتعالى لما أنعم علينا بنعمة الأكل إحنا لازم نكون مش نصرف كثير بكميات هائلة من الطعام. تمام، لازم ناكل نكون الاكل خلص بس يكفي مثلا مده يوم يومين اوكي، بس ما نصرف في استخدامه ويروح باقي الاكل الزائد كباب في الزباله، هيك حرام. لازم احنا نصرف في الاكل وما نحاول انه نطبخ او نعمل بكميات كتير كبيره. هذا الحديث مطالبين بحفظه غيبا، ارجع عيده مره ثانيه عشان تسمعوا لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يلا وسام عيد لي اياه، شيل الميوت عن صوتك عشان تقرأ. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يعني سم احكي الله بسم الله. يلا. قل من بيمينك، من يمينك بيمينك وكل مما يليك. ممتاز يا وسام، رائع، بطل. سوري هيثم تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل من يليك وكل بيمينك وكل بيمينك وكل وكل من مما يليك. ممتاز يا يليك. رائع 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 يا هيثم، ممتاز. مع التدريب أكثر إن شاء الله بتتمكنوا، معكم وقت للأسبوع القادم تسميعه، الأسبوع القادم. تمام. هلأ دائما إحنا من لما نبلش في الأكل وقبل ما ناكل لازم نغسل إيدينا في الماء والصابون عشان تكون ايدينا لما نبلش في الطعام او نبلش في الاكل تكون ايدينا نظيفه. هلا هون في عنا نشاط بقولنا اعبر شفويا عن كل سلوك مما ياتي. امامنا صورتان يا اول. الصوره الاولى يا جوليا. جوليا شيل الميوت عن صوتك او انا بشيلك اياها. لا تغسل ايديك. برافو، ممتازه. طفلة عم بتقوم في تغسيل أيديها في الماء والصابون قبل البدء في الأكل، رائعة يا جوليا. جوانا الصورة الثانية، إيش عم بيعمل الولد؟
شيل الميوت أول إشي. بفرش أسنانه. برافو، إذا لازم يا أول بس نخلص الأكل من الطعام إحنا لازم نروح نغسل ونفرشي أسناننا بالفرشاة وبالمعجون. خلينا نكتب هون وكونوا سريعين في الكتابة، يلا غسل، اكتبوا تحت الصورة غسل اليدين بالماء والصابون. تحول، يلا اكتبها هاي. غسل اليدين بالماء والصابون قبل البدء بالطعام، هاي تحت الصورة الأولى. الصورة الثانية ما صغريها كبيرة، ما فيش، ما بقدرش غير هيك، لازم هاي تكتبوها، اكتبها يلا انت شاطر. وهون بنكتب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد الأكل. ثواني بس، عشان تكون واضحة لكم راح أحطها هون. أوكي، وراح أغير لونها. يلا بس من وين أبلش؟ من هون، من هون، هاي تحت الصورة الأولى اللي باللون الأزرق، تحت الصورة الأولى اللي هي غسل اليدين، من هون من أول الكتاب بلش عشان يكفي معك. إذا ما كفى معك ما بدي تكمل عند جنب الصورة الثانية، لا تنزل تحت هون شوي. تمام، بس هاي شوية. ممتاز وسام، جوليا الحلوة، جوانا، هيثم، بعد ما كتبتوا أنهيتوا من كتابة العبارات اللي كتبناها على الصور اللي قدامكم، خلونا ننتقل هلأ لصفحة رقم 24. يلا الكل يفتح لي كتابه على صفحة 24 يا حلوين. بقولنا هون أتعلم وأحفظ، هاد كمان مطلوب منكم تحفظوه معكم وقت الأسبوع القادم. حكينا نقول عند البدء بتناول الطعام، إيش حكينا لازم نحكي يا هيثم؟ إيش لازم نحكي لما نبدأ ناكل؟ شيل الميوت، شيل الميوت عشان أسمعك، شيل الميوت. بسم الله، إذا نسينا نحكي بسم الله من أوله وآخره. رائع رائع جدا. جوليا الحلوة، نقول عند الانتهاء من الطعام بس نخلص أكل، إيش لازم نحكي؟ شيل الميوت. ثواني بس عشان اشيل الميوت عنك، لانه احكي هلا شو لازم نحكي. يا عيني عليك، ممتازة بطلة، رائعة جوليا، ممتازة. اذا دائما لما نبدأ تناول الطعام لازم نحكي بسم الله، وعند الانتهاء نحكي الحمد لله. في حال انتم نسيتوا قبل ما تاكلوا تحكوا بسم الله، قلنا في حديث حكالنا اياه الرسول عشان ايش نعمل اذا نسينا نحكي بسم الله قبل ما نبدأ في الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يا هيثم، هاي انا بدي الون الصورة هلا، وقت الصورة بيجي وقتها، دقيقة ما تعملش إشي أنا لسه ما حكيت، ثواني هيثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. لازم لما نبلش ناكل نحكي بسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله، يعني الشخص نسي يحكي بسم الله قبل ما يبلش في الطعام، إيش لازم يعمل؟ بيحكي بسم الله أوله وآخره. إذن بيحكي بسم الله أول وآخرة. كمان مرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أول وآخرة. في حال نسي بلش طعام خلاص بيحكي في النهاية بسم الله أول وآخرة، زي كأنه حكى في البداية وفي النهاية. تمام، هاي إذا نسيتوا أنتوا بتحكوا بسم الله أوله وآخره. طبعا هذا مطلوب منكم حفظكم بس مش مطول، بعدين بحدد لكم وقت ثاني للتسميع. تمام، رح ارجع اعيده مره اخيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. مهم جدا، وحكيت لكم رح أحدد لكم وقت تاني بكون عليكم تسميعه. هلا في عنا نشاط، جوليا يلا حضري حالك، بقولنا أضع إشارة صح أسفل السلوك الصحيح. جوليا شيلي ميوت عن صوتك عشان تجاوبي. الصورة الأولى يا جوليا، شايف الطفل عم بيشرب من القنينة الكبيرة من تم القنينة من فوق، فسلوكه صحيح ولا غلط؟ غلط. غلط، ممتازة يا جوليا. طب هون الولد يا جوليا جوانا، الولد عم بيشرب في الكاسة من الكاسة العصير، صح ولا غلط؟ صح. ممتازة يا جوانا ويا هيثم، رائع. يلا كتبتوهم؟ ممتاز وسام، ممتاز جوانا، ممتاز جوليا، رائعة، ممتاز هيثم. يلا ننتقل حبايبي للنشاط. هون بحكي لنا لازم يكون أتعاون مع زملائي لإعداد، لو كنا في المدرسة كان عملنا فطور جماعي عشان نتحدث فيه عن آداب الطعام والشرب. إن شاء الله على الفصل الأول من السنة الجديدة بنرجع على مدرستنا وبنعمل أنشطة كتير حلوة. خلونا ننتقل هلأ لصفحة رقم 25. يلا الزروع الحمام. أوكي جوانا، تمام، أكمل شفوياً. هيثم هيثم هيثم، وقت الحصة أنا قلت لك بس أخلص، بس أخلص، تمام؟ أكمل شفويا. أقول عند البدء بتناول الطعام يا وسام، إيش لازم أحكي لما بدي أبلش في الأكل؟ بسم الله. ممتاز يا وسام. يلا الكل يكتب بالفراغ الأول هون بسم الله، رح أكتب لكم إياها حتى بلون تاني تكون واضحة لكم. هيك أوكي أوضح. يلا بسم الله. طيب وعند الانتهاء منه يا هيثم إيش لازم أحكي؟ عند الانتهاء من الطعام إيش أحكي؟ بس أخلص أكل. الحمد. الحمد لله. رائع يا يا هيثم، ممتاز. يلا الكل يكتب بالفراغ الأول بسم الله، بالفراغ الثاني الحمد لله. واللي بيخلص بيحكي لي بس أنا أنهيت، تمام؟ يلا جوانا الحلوة، اكتبي عند السؤال الأول هون بالفراغ الأول إنه أقول عند البدء بتناول الطعام بسم الله، وعند الانتهاء منه بحكي الحمد لله. بس كبري الصورة عندك، مو شايف السطر الثالث. تكرم، حاضر من عيوني. ممتازين يا أول رائعين، الكل أنهى كتابة. هيثم هيثم، أنا في حصة خلاص. الكل أنهى كتابة السؤال الأول، ننتقل حبايبي للسؤال الثاني. وقلنا هون أملئ الفراغات الآتية بما هو مناسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر إيش يا وسام؟ إيش لازم يذكر؟ اسمه. الله. ممتاز يا هيثم، رائع. اسم الله، نكتب بالفراغ هون اسم الله. يلا فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل إيش يا هيثم؟ إيش لازم يحكي؟ أوله وآخره. ممتاز، بسم الله أوله وآخره.
رائع يا هيثم، ممتاز. بسم الله أوله وآخره. يلا هون عندنا بقولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا وسام حضر حالك لأنك ما سمعت صوتك لما جاوبت السؤال الأول. ألف يا غلام، سم الله وكل. إيش لازم نأكل؟ بأي إيد؟ إيش؟ باليمين ولا باليسار؟ وكل بيمينك وكل مما يليك. ممتاز هيثم، خلاص لا بدك تجاوب. يلا هسه انت بدك تكمل. يلا انت بتطول وما بتعرف تحكي. انا خلص خلص. يلا وسام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا عيني عليه، بطل 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 وسام، رائع جدا جدا. وكل مما يليك، رائع. آخر مرة يا هيثم بتجاوب بدون دورك. يلا نكمل كتابة أول، وهيك يا حلوين بتكون انتهت حصتنا لليوم. بشوفكم في حصة جديدة.